ورا بعضه مفيش مشكله ورا بعضه. ده انا لعبت يوم 17 مع الترجي، ولعبت 21 مع حرس الحدود، او اسف مع وادي دجله، ولعبت 24 مع حرس الحدود، ولعبت 28 تمام مع كامبالا سيتي. يعني ما بين المباراتين الافريقيتين لعبت كم مباراه كده؟ مباراتين. تمام. وبعدين لعبت ما بين زي ما قلت لك جيما، ولعبت ما بين سيمبا، ولعبت ما بين سان داونز. يعني اذا لعبت من 4 لـ6 مباريات بين المباريات الافريقيه. من 4 لـ6 مباريات. المنافس لعب كم مباراه ما بين المباريات الافريقيه اللي خدها طول السنه دي؟ كم مباراه؟ مباراه واحده. مباراه واحده هي مباراه المصري بس. ما بين المباريات الافريقيه يعني عاده او ان لم تخن الذاكره، مفيش سنه عدت علينا كان يبقى عندك مباراه افريقيه وبعديها باسبوع مباراه افريقيه اخرى او نفس الفرقه يعني. تمام. ما كنتش بتلعب بين المباراتين دول. ما كنتش بتلعب خالص. اوكي. بس ده عشان موسم استثنائي، فكله قال اوكي. فكل قال اوكي. هو بيقول لك ده موسم استثنائي بس، ضيف لي بس للاهلي انت ما عملتش كده مع اي حد خالص. هي الفكره زي ما قلت لك، المساواه في الظلم على ده كان ظلم على الاهلي. فلما يجي لك الفرصه، مش الفرصه، لما يجي لك الوقت اللي تعمل كده مع فرقه اخرى في الاهلي كان لازم تعمل كده، انت ما عملتش كده. فاذا انا لعبت من 4 لـ6 مباريات بوسط المباريات الافريقيه تمام، والمنافس بتاعي لعب مباراه واحده بس. مفيش. اتحداك قول لي مباراه ما بين مباراه افريقيه واخرى افريقيه هي المصري لعبها زي المنافس. ما لعبش. ما لعبش. طب وهو سؤال عرضي، هو لو المنافس ده كان نادي اكس غير نادي الزمالك كنت برضه هتقول كده؟ طب انت وانت دلوقتي لما بتيجي تتكلم على رؤيه السنه الجايه بتتكلم على الاهلي بس؟ الاهلي بادارته والاهلي بجماهيره والاهلي بكل حاجه تمام؟ يعني قادر ان هو يعمل كل حاجه على فكره. سيبك من اي حد، انت بتتكلم على قوه الاهلي، قادر يعمل كل حاجه. لكن الاهلي مصمم تمام؟ ان هو يبقى في وسط المنظومه اللي تساعد كل الانديه مش الاهلي بس. في الاخر دي امور تنافسيه. يعني الامور التنافسيه اللي هي تكافؤ الفرص زي ما بيقولوا، مبدا تكافؤ الفرص زي ما بيقولوا، يعني هي كلمه بس للاستهلاك المحلي يعني، لكن هي مش تكافؤ فرص ولا حاجه. لكن هي مش تكافؤ فرص ولا حاجه. طيب هنكمل كلامنا مع كابتن سعد عبد الحفيظ، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل مع مدير كره القدم في النادي الاهلي كابتن سعد عبد الحفيظ.